ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الفطائر اللي سهله مهله دغيا كتوجد اقتصاديه، فطائر مالحه بواحد الحشوه اللي متميزه ولذيذه جدا. المكونات كيف كتشوفوا معايا متوفره في اي بيت. هنا عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، عبرت بالكاس ديال العنبه، الكاس ديال الشاي، عندي 2 كيسان الماء عبرت بهذا الكاس، 2 كيسان الماء دافي، نص كاس ديال زيت الزيتون ولا ديروا المهم احسن زيت الزيتون، عندي نصف ملعقه صغيره الملح، وربع ملعقه صغيره ديال البزار، ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه خميره الخبز، ملعقه كبيره ديال السكر الخشن سنيده. ونبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. اول حاجه غادي نجيب واحد الاناء، بسم الله، غادي ندير 2 كيسان ديال الماء دافئ، وغادي ندير معلقه ديال السنيده السكر الخشن، ومعلقه ديال الخميره الفوريه خميره الخبز، وغادي نخلط المكونات مزيان، وغادي نخلي الخليط يتفاعل ليا، نخليه واحد 5 دقائق تقريبا ونكملوا باقي المكونات. غادي نغطيه بكيس بلاستيكي باش ما يدخلوش ليا الهواء، نزيد تبصيل باش دغيا تفاعل ليا هاد الخميره الفوريه. بما تفاعل لينا الخميره الفوريه غادي نوجدوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه انا غادي ندير دجاج، درت هنا طريفه دجاج اللي قطعتهم هكا قطع صغيره، عندنا خيزو اللي حكيتو بالحكاكه بحال هكذا، الجزر، عندي هنا تقريبا واحد 2 معالق ديال المعدنوس، معلقه ديال العسل، العسل العادي، ملعقه صغيره ديال الزبده، ومعلقه ولا 2 معالق ديال زيت الزيتون، عندي هنا ملعقه صغيره ديال الملح، وربع ملعقه صغيره ديال البزار، وهنا قرقع تقدروا ديروا لوز ديروا كاوكاو اي حاجه عندكم مكسرات كتزين لينا هذيك الحشوه. في مقلاه غادي ندير ملعقه ديال الزيت وملعقه صغيره ديال الزبده، نسيت ما قلت لكمش البصله، غادي نديروها فوق النار هي والخيزو حتى هو الجزر، بما يترخاو لينا عاد نديرو باقي المكونات، غادي نديرهم فوق النار يتشحروا ليا ونكملوا. تشحروا ليا شويه غادي نزيد عليه الدجاج، بسم الله، تقدروا تصغناو على الدجاج ديروا شي حاجه اللي كتعجبكم بحال الطوم. غادي ندير الملح والبزار، نزيدو المعدنوس، هنا عندي 2 معالق كبار، صافي غادي نديرو فوق النار باش يكمل الطياب ديالو. بعد ما الدجاج كيدخلو الطياب صافي غادي نزيد هاد الملعقة ديال العسل اللي عندي، كيتكراميليزا لينا هاد الدجاج، المهم غادي نزيدها، غادي نديرو فوق النار واحد 2 دقائق هكداك صافي نطفي عليه. بعد ما صافي طاب لينا الدجاج ما كيبقاش هذاك الماء اللي كاين في المقلة كينشف مزيان، غادي نزيدو القرقاع، تقدروا ديرو كي قلت لكم اللوز ولا كاوكاو كيعطي واحد البنة زوينة في الاخر. صافي دابا الحشوة ديالنا ها هي واجدة، غنخليها تبرد ونمشيو نكملو العجين ديالنا. ها هي الخميره الفوريه تفاعلت لينا، دابا غادي نزيد باقي المكونات، غادي نزيد نص كاس ديال زيت الزيتون
بسم الله. غادي نزيد الملح والبزار، نخلطو العناصر كاملين، غادي نخلطو مزيان صافي. نبدا نزيد الدقيق تدريجيا شويه بشويه، كيف قلت لكم الدقيق درت 4 الكيسان، وخا هكاك ما كنكبوش الكميه ديال الدقيق كامله، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب لينا السوائل وكاين اللي لا، على حساب النوعيه ديالو. غادي نخلطو معاهم، نزيد الكميه الاخرى حتى نحصلوا على العجين. العجينه كتجينا خفيفه وكتجي واحد شويه كتلصق. انا دابا كنخلط بالفوي، ولكن فاش تقال غادي نخلط بيديا. غادي نزيد ومازال انا زدت كاس واحد اخر باش جمعت العجين ديالي. غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت في هنا في اسفل الاناء باش ما تبقاش لاصقه ليا العجينه. العجينه الشوكي كتجينا رطبه، واحد شويه اللي كتلصق. ندهنوا الاناء وندهنوا حتى العجين، غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد القسمين ونتلاقاو من بعد باش نشكلوها. غادي نغطيوها بشي اناء، غادي نجيب كيس بلاستيكي ونغطيها به. غادي ندير حتى قبسين باش دغيا تخمر ليا، نخليوها ترتاح ونتلاقاو من بعد. هي العجينه ديالنا ارتاحت لينا وضاعف لينا الحجم ديالها. دابا غادي نشكلوها. اول حاجه غادي نخويها من الفراغات اللي فيها صافي، وغادي نبدا نشكل كويرات. ندهنوا يدينا بواحد شويه الزيت نباتي، بسم الله. غادي نشكلها كويرات كي قلت لكم، بسم الله. غادي نحاول ندير واحد الكويرات صغيره هنا. دهنوه بسطح العمل، دهنوه بواحد شويه ديال الزيت، ولا كنتو كتفضلوا تخدموا بالدقيق ديروا رشوا واحد شويه الدقيق بسطح العمل قبل ما تبداو ديروا كويرات. غادي نشكلهم كويرات بلا ما نطول عليكم الفيديو. بعد ما شكلتهم كويرات كيف ما شفتوا خرجت لي انا 12 قطعه، غادي نبدا نشكلهم. بسم الله. اول حاجه ونبداو بالاولى، غادي نقرصهم عادي بشكل دائري بحال هكا، وغادي ندير الحشوه الوسط. غادي ندورهم بهذا الشكل، صافي. غادي نتبع نفس الطريقه ليهم كاملين. غادي نجيبو الحشوه اللي حضرنا من قبل، بسم الله، ونديرها هنايا الوسط. وغادي نبدا نجمع، غادي نجمعهم انا على شكل مثلث، غندير لهم بحال هكذا ونقرص بالاصابع، ونجي الجهه الاخرى حتى هي ونقرص بالاصابع، والجهه الاخرى حتى هي، كيولي عطينا واحد المثلث بهذا الشكل. صافي نحطها في اللاطه ونكمل نفس الطريقه لهذا الشكل حتى هو، بسم الله. نحطوا الحشوه الوسط، غادي نحاول نشكلو على شكل مثلث، كنبدا نقرص هاد الجوانب باش يتسدو ليا. صافي غادي نقرصو غير هكا بصبيعاتنا، كيولي لينا شكل مثلث. غادي نحطو في اللاطه ونبقى غاده حتى نكمل
الاشكال اللي عندي كامله. هما الفطائر ديالنا بعد ما وجدناهم، غادي نوجدوا واحد البيضه والزنجلان او السمسم. بسم الله، غادي ندهنوا هاد الفطائر باش ياخذوا لينا اللون، يكون واحد اللون زوين. بسم الله، غادي ندهنهم هكذا عادي كاملين، وغادي نرشهم بالزنجلان. فهاد الوقت راني درت الفران يسخن وصافي، ما بقى لينا غير ان شاء الله ندخلهم الفران. يعني ساهله مهله هاد الوصفه، ودغيا كتوجد وما فيهاش شي تعب ولا عناء. دغيا كتوجدي الوصفه في وقت قصير. دابا انا غندهنهم ونرشهم بالزنجلان باش ندخلهم في الفران، ما كياخذوش لينا بزاف ديال الوقت في الطياب ديالهم. فبقى لي دابا غير رش بالزنجلان ولا السمسم، تقدروا تعوضوه بالبافو. صافي، وغادي ندخلو الفران ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيبوا. كياخذوا تقريبا واحد 20 دقيقه ديال الطياب. بلا ما نطول عليكم الفيديو، نتلاقاو من بعد. هذا هو الشكل الفطائر ديالنا بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو محمرين. نتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو الشكل الفطائر ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو رطبين كيف كتشوفوا، مفشفشين غزيولين في المنظر وحتى في المذاق، ديك الحشوه الهائله. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل، باقين سخان رائعين وهشاش. اللي كنتمنى تجربوهم وتستمتعوا باللذه ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم. نتمنى تدعموني باللايك، والبنات الجداد اللي يلاه شافوا الفيديو ديالي لاول مره مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا لي اشتراك باش يجيكم دائما جديد الوصفات ديالي. وصلنا لنهايه الفيديو، سلامه.